الدحية هي السامر، السامر العربي البدوي الأصيل يعني. عبارة عن شهر الأفراح والأعراس. يوم صغير تدس الزاي خش زهرات سوية. الدحية اليوم غير والدحية قبل غير. الدحية اللي بقفوا 20 ختيار في الشباب وختيارية بقفوا قدامهم واحد، بعض مرات تطلع واحدة تحوش قدامهم بالسيف. الإناث والنساء بس تجي كحاشي، والحاشي هي المرأة اللي بترقص قدام البلاد. اليوم تغير كل إشي، كل إشي اليوم تغير في الدنيا. اليوم صار في أرقات، إيقاعات، دي جي. الناس اللي بتحب الدحية كثير، ما في بعض ما بتفهم على الجول، بدها إشي مع موسيقى أو دقة. الدحية انخلقت، يعني بدايتها، أنا بحكي لك على بدايتها، أنا ما بحكي على اليوم، إنه كانوا في حروب بين القبائل. يبلش يحكوا فكان الناس اللي قبالهم يخافوا من كثرتهم، يبقوا هم 10 واللي قبالهم 200، بس مع الصوت يقول لك شو هذول كثرتهم. لما بدهم ينتصروا في هالمعركة يتهاوطوا حوالين الحاشي اللي هو القعود الصغير، يتهاوطوا حواليه وسووا أصوات. هاي هو يقوم توسيق الحاشي، لازم هذا يكون شاب، بس هذيك لما بدهم يجيبوا لعيبة واحدة تربج للربيجة الدحية اللي هم لعيبة الدحية، واحدة بتعطيهم حماس. يعني بتقول لما بقول لك يا بنية يا منت بنية ننزل عنا على الصف شوية، يعني عشان شو تعطيهم زي حماس وتشجيع إلهم. بدخل بقول أنا وسكت الحاشي، بيجي عليه البديع يلي واسق حاشينا، وش بدك وإنا فيه، شو بدك من الحاشي؟ الحين بقول له مثلا أنا بدي إياه، بصير يقول له أنا بعطيك 4 كباش والخامس تبعهم رداس، يعني أنا قاعد بعطيك في مال في مصاري، يعني بعطيك في فدية، بس رخي الحاشي. هسا هو ما برخيه، هسا بعطيه مثلا مبلغ كبير او اشي، يعني هذا بيفلت الحاشي. ارحي بابا الليلفة واللي تجر وع الجية وليقول الريدة ويا حلال يا مالي ردت ربعي علي وليقول الريدة وش الخيل اللي...